معكم. توقع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن تتمكن مملكة البحرين من استقطاب أكثر من 15 مليون زائر وزيادة عدد الأسرة في القطاع الفندقي إلى 20 ألف سرير بحلول العام 2018 بفضل الهوية السياحية الجديدة للمملكة. الهوية ترتكز على عكس ملامح مملكة البحرين، سواء من الناحية التاريخية والحضارية أو من الناحية المعاصرة، وترتكز في المقام الأول إلى سلاسة البحرين، إلى ترحاب أهلها بالزوار، إلى موقع البحرين في وسط الخليج، إلى الألوان اللي استعملت فيها سواء من ألوان الطبيعة في البحرين من السواحل أو الرمال أو البيئة الصحراوية. دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين، والتي من شأنها أن تساهم في تحديد أولويات المملكة في تعزيز السياحة كخيار استراتيجي في سبيل ضمان استدامة القطاع والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل. وسيصاحب إطلاق الهوية السياحية الجديدة حملة ترويجية تشمل مختلف دول العالم لاستقطاب المزيد من السواح عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأكد القائمون على الهوية السياحية على أن السياحة تلعب دورا بالغ الأهمية في التنمية، حيث ساهم القطاع بحوالي 700 مليون دولار في الاقتصاد البحريني في عام 2014. بناء على انطلاق الهوية إن شاء الله بنفتح الآن خمس مكاتب خارج البلاد تابعة لهيئة السياحة للترويج للمملكة في الأسواق المستهدفة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين والهند. طبعا احنا تركيزنا الآن على السوق الخليجي، ولكن هذه المكاتب أيضا بتفتح للمزيد من التدفق لسواحل المملكة. طبعا احنا مركزين في المجلس، السياحة من أهم القطاعات اللي موجودة عندنا، واحنا مركزين على الاستثمار في هالقطاع. طبعا احنا وضعنا استراتيجية لاستقطاب الاستثمارات في السياحة، طبعا هذه في ظل وجود استراتيجية متكاملة لجذب السواح طبعا عن طريق هيئة السياحة.